الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بالتواجد في هذا المبنى المؤقت لنادي رشاد الرياضات الدفاع عن النفس. يمكن اختيار الموقع كان مهم جدا، يلبي تطلبات الطفرة السكانية اللي حاصلة بين منطقة السيوح والرحمانية. عدد البيوت ما شاء الله وصل تقريبا 15,000، فمبدئيا نحن المبنى هذا ان شاء الله بيساعدنا نوعا ما في مرحلة مؤقتة لاستيعاب هذا العدد الكبير. وفي هناك مكرمة من سيدي صاحب السمو الله يحفظه بإنشاء مبنى جديد إن شاء الله في منطقة البديع، بيكون إن شاء الله يعني مبنى نموذجي ومستقبلي للأعداد إن شاء الله اللي قادمة. وفي شكر خاص يعني لفريق عمل المجلس برئاسة الأخ أحمد العويس فريق العمل على العمل يعني الجميل والمتميز اللي يقوموا به من خلال محافظتهم على الأولاد، وكذلك الإنجازات الرياضية اللي قاسين يحققونها، واللي في النهاية بتساهم بشكل كبير في صناعة جيل من القيادات الشابة، وإن شاء الله بتكون عند حسن ظن سيدي صاحب السمو وسمو الشيخ الجواهر.